السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إخواني في هذه الحلقة الثالثة من مسابقة تبيانا لكل شيء. بداية أحب أن أعيد أسماء إخواننا وأخواتنا الفائزين والفائزات في حلقة أمس. السؤال الأول فاز فيه أخونا أبو زينب بهرامي من أفغانستان، الثاني الأخت دعاء رجب من مصر، السؤال الثالث الأخت عائشة الحريري، السؤال الرابع الأخ المهند حمزة من سوريا، والسؤال الخامس الأخ بدر بن إبراهيم المغرب، والسؤال السادس الأخ حسن مروان من المغرب أيضا. طيب إخواني، أذكركم أن المسابقة آليتها هي أن نطرح معنى معين من جزء اليوم، يعني أطلب منكم أن تأتوني بآية تحمل هذا المعنى، تدل على هذا المعنى من جزء اليوم. إحنا اليوم الثالث من رمضان، وبالتالي نريد آيات من الجزء الثالث من القرآن الكريم المتضمن ل جزء من سورة البقرة وكذلك جزء من سورة آل عمران. نبدأ على بركة الله، ويريت أنه اللي عنده الإجابة أنه يضعها في التعليقات على البث المباشر، في التعليقات مباشرة على البث المباشر. طيب إخواني، نص السؤال الأول كالتالي، سؤال شوي صعب شوي صعب. أذكر آية يعجب الله فيها من الضلال الذي يضل إليه أو يصل إليه من حرم من هداية الله وتوفيقه، بحيث يقول أقوالا لا يقولها عاقل تدل على استهانة بصفات الله تعالى. مرة أخرى، أذكر آية يعجب الله فيها من الضلال الذي يصل إليه من حرم من هداية الله وتوفيقه، بحيث يقول أقوالا لا يقولها عاقل تدل على استهانة بصفات الله عز وجل. طيب، ننتظر منكم الإجابات إخواني. بيطلع عندك إجابات على التحميل. ألم ترى حدا حكى بس أنا أحيي وأميت؟ لسه آية 258 في أخ حكى. من أي سورة؟ من سورة البقرة؟ ما حكى، ما ذكر شو السورة. لا. وما قدر الله حق قدره، الله ولي الذين آمنوا. أنا أحيي وأميت. الآية 24 من سورة آل عمران، ومن الناس من يعجبك قوله وإن تعجب فعجب قولهم. وأنا من جزء اليوم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لا، يعني مثلا الأخ الذي يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. نعم، يعجب الله من الضلال، لكن لاحظوا نص السؤال، قلنا بحيث يقول هذا الضال أقوالا لا يقولها عاقل تدل على استهانة بصفات الله. في قول يقوله هؤلاء، هناك قول يقوله هؤلاء الذين حرموا من هداية الله وتوفيقه. خليني أضع السؤال أمام حضراتكم حتى تتأملوا إذا رغبتم. حبك الذي أحببتني فيه يا أخي. طيب، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أين؟ يعني الآية تتضمن أن هؤلاء حرموا من هداية الله وتوفيقه يا أخوانا. لا، الأجوبة لساتها بعيدة. لحظة، الآن الأخت سعاد زهير، لا مش الآية التي سألنا عنها. بس قربت. أها. بالنسبة لرقم الآية. نعم، ما بدناش نغششهم أكثر من. إخواني لاحظوا عناصر السؤال. يعجب الله فيها من الضلال الذي يصل إليه من حرم من هداية الله وتوفيقه، وهم في شيء مفتاحي، بحيث يقول أقوالا لا يقولها عاقل تدل على استهانة بصفات الله وعلم الله عز وجل. بدنا آية تجمع. نعم، الأخت أفنان محمد، الله يفتح عليك يا أخت أفنان. الأخت أفنان محمد، آية 73 من آل عمران. إذا أحببت أخت أفنان أخبرينا من أي بلد حضرتك، حتى كما قلنا يعني نعمل حماس في المنافسة بين الإخوة والأخوات جميعا. الأخت أفنان، أفنان إيش حكينا؟
محمد. عفنان محمد من غزة، ما شاء الله من غزة المحاصرة، فك الله حصارها وفرج عنها وعن بلاد المسلمين أجمعين. من قلب الحصار، يعني يبدو أن الأخت أفنان قلبها محلق مع القرآن الكريم، ما شاء الله، الله يفتح عليك وعلى الأهل هنا في غزة ويفرج عنا وعنكم أجمعين. صحيح، الآية هي قول الله عز وجل، وقالت، وركزوا معي إخوانا، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. الآن الآية اللي بعدها فيها محل الشاهد، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. معلش إخوانا، هذا الموبايل مش أنا اللي وقعت. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ستقول لي طب وين الدلالة في هذه الآية على أن الله يعجب من الضلال الذي يصل إليه من حرم من هداية الله وتوفيقه؟ لاحظوا إخواننا تركيبة الآية، هذه الآية تكلم فيها المفسرون كثيرا، وقال الإمام القرطبي هي أشكل آية في السورة، يعني تفسيرها من أصعب، أو هي أكثر آية، يعني قصده بذلك أكثر آية يصعب تفسيرها في سورة آل عمران. لماذا يا ترى؟ لاحظوا تركيبة الآية، ولا تؤمنوا، بعض أهل الكتاب يقولون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. سبحان الله، كان يقع في نفسي أن قول الله عز وجل قل إن الهدى هدى الله هذه جملة معترضة، وجدت الشيخ محمد الطاهر بن عاشور نص على ذلك، قال ابن عاشور وفائدة الاعتراض في أثناء كلامهم المبادرة بما يفيد ضلالهم لأن الله حرمهم التوفيق. طيب تعال الآن شوف تركيبة الآيات، الآية 72 و 73، وقال الطائفة من أهل الكتاب، هم من اليهود، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، يعني تظاهروا بأنكم أسلمتم ودخلتم في دين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بداية النهار، عامة النهار، وفي آخر النهار أكفروا، ارجعوا عن دين محمد لعلهم يرجعون، ليكون ذلك سببا في تخذيل المسلمين عن دينهم، فيقولوا، يعني يبدو أن هؤلاء رأوا من ديننا شيئا لم يقنعهم، فلعل في ديننا خطأ، فيرتد المسلمون عن دينهم. يتابع أهل الكتاب فيقولون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إيش يعني لا تؤمنوا إلا لمن؟ ما قال إلا بمن تبع دينكم، وإنما قال عز وجل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قال ابن كثير في تفسيري ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين. ما سرهم وما عندهم الذي عند أهل الكتاب من اليهود هو صفة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مما يدعو الناس إلى التصديق به. إذن كانوا يقولون آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تظهروا سركم وما عندكم من العلم إلا لمن تبع دينكم من أهل ملتكم من اليهود. الله سبحانه وتعالى يعجب من حال هؤلاء قبل أن يكمل عز وجل حكاية أقوالهم، يعجب من حالهم فيقول قل إن الهدى هدى الله، يعني انظر يا محمد وانظروا يا ناس، إذا حرم الإنسان من هداية الله إلى أي حد من الضلال يصل؟ قل إن الهدى هدى الله، ثم يتابع الله حكاية قولهم. لماذا قالوا ذلك؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تظهروا هذا العلم إلا لأتباع دينكم، أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. ما الذي أوتوه؟ قال ابن كثير يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به أو يحاجوكم به عند الله، يعني إذا أظهرتم ما عندكم من العلم للمسلمين فإنهم سيتلقون هذه العلوم الكتابية الوحيية وينافسونكم فيها، ولعلهم يكتسبون من الدنيا مثل ما اكتسبتم. طبعا هذا تفكير اليهود، أنهم بهذا العلم الذي آتاهم الله إياه يبتزون أتباعهم من العوام. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فاليهود كانوا يخافون أن يتعلم المسلمون من علمهم فينافسوهم على هذه المرتبة العظيمة، مرتبة العلم بالوحي الإلهي، مرتبة العلم بالكتب المنزلة، فينافسونهم على الدنيا أو يحاجون اليهود أمام الله عز وجل، أن أيها اليهود
ها قد اعترفتم لنا أن صفة محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبكم، فلماذا لم تؤمنوا؟ يعني خاف اليهود أن يحاج أن يحاجهم المسلمون أمام الله يوم القيامة إذا ما هم أطلعوهم على هذا العلم الذي عندهم. بالله عليكم يا إخواننا، هل يقول هذا الكلام عاقل؟ للأسف نحن نرى من أبناء المسلمين في هذه الأيام، بل ومن المنتسبين إلى الدعوة والعلم، من يقول أقوالا تدل على أن الله عز وجل قد أعمى بصيرته وختم على قلبه بما قدمه من معاص ورياء وحيود عن دين الله عز وجل. إذن لاحظوا، اليهود يأمرون أتباعهم أن يؤمنوا تارة ويكفروا تارة حتى يصدوا المسلمين عن دينهم، وأن لا يظهروا ما عندهم من علم للمسلمين حتى لا ينافسهم المسلمون على مرتبة الشرف بالعلوم الوحيية، وحتى لا يقولوا أمام الله لهؤلاء اليهود ها أنتم قد علمتم أن محمدا حق فلماذا لم تؤمنوا به؟ طب يعني الله عز وجل لا يطلع على كلامكم هذا؟ هل استهنتم بصفات الله وبعلم الله وبقدرة الله وبسمع الله وبصر الله إلى هذا الحد؟ إلى حد أنكم تقولون لأتباعكم إياكم أن تطلعوا المسلمين على ما عندكم، فإنهم إذا علموا أن صفة محمد في كتبنا فإنهم سوف يحاجونكم أمام الله ويقولون يا رب هؤلاء قد علموا أن محمدا حق فلماذا لم يتبعونا؟ إذن هم يتعاملون وكأن الله عز وجل لا يسمعهم ولا يبصرهم ولا يعلم عنهم سبحانه وتعالى. ولهذا ترى أن الله بجملة معترضة، يعني في الوسط، في وسط حكاية كلامهم، عجب من ضلالهم، فقال عز وجل في معرض حكاية أقوالهم: قل إن الهدى هدى الله، يعني يا محمد إذا اهتدى أحد فإنما هو بهداية الله، وانظر حال من حرم هداية الله وتوفيقه إلى أي حد من الضلال والخبل يصل به ضلاله، بحيث يقول كلاما لا يقوله عاقل يدل على أنه يستهين بالله عز وجل وبصفاته. إذن كان هذا السؤال الأول وجوابه، أجابت عنه أختنا من غزة. السؤال الثاني إخوانا، السؤال الثاني يقول: الأصل في العلم أن يحدث تواضعا للحق وألفة بين الناس، لكن من الناس من اتخذه سببا للاختلاف ومادة للتحاسد والظلم فعملوا بعكس مقصده، أذكر آية بهذا المعنى. سنضع السؤال في التعليقات إخواني. ومرة أخرى، الأصل في العلم أن يحدث تواضعا للحق وألفة بين الناس، لكن من الناس من اتخذه سببا للاختلاف ومادة للتحاسد والتظالم فعملوا بعكس مقصده، أذكر آية بهذا المعنى. أخت إسراء محمود، الأخت إسراء محمود تقول إن الدين عند الله الإسلام. يا ريت الأخت إسراء أعطنا، إذا كانت هذه هي الآية، فأعطنا محل الدلالة فيها تحديدا. الآية، الأخت إسراء ننتظر منك جوابا. هل الآية 23 من آل عمران؟ هل الآية 23 من آل عمران؟ لا. مين قبل الأخت قطر الندى؟ إيش اسمها؟ قبل الأخت قطر الندى. وهاجر هاجر وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. هاجر هاجر؟ آه. الأخت هاجر هاجر من أي بلد؟ الأخت هاجر من أي بلد؟ طيب، ترى إحدى الأخوات ذكرت مطلع الآية وما ذكرت محل الشاهد من الآية، يعني لو أنها اقتصرت على محل الشاهد وما اختلف لا قلنا لها صحيح. أظن الأخت أفنان هي، ولكن أختي سامحينا بدنا نعطي الإجابة للأخت هاجر هاجر. هاجر هاجر من ألمانيا. الأخت هاجر هاجر من ألمانيا. طيب الآن، يعني واحد الإخوة أيضا ذكر وما اختلفوا إلا، هي وما اختلفوا إلا ليست في آل عمران. في آل عمران وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذا الإجابة الصحيحة أجابتها الأخت هاجر هاجر. يريت اللي بيجيبنا بآية طويلة بعض الشيء يأتي بمحل الشاهد تحديدا حتى نتأكد أنه عارف وين محل الشاهد من الآية. إذن إخواني، السؤال مرة أخرى: الأصل في العلم أن يحدث تواضعا للحق وألفة بين الناس، لكن من الناس من اتخذه سببا للاختلاف ومادة للتحاسد والظلم فعملوا بعكس مقصده، أذكر آية بهذا المعنى. الجواب قول الله عز وجل:
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أين محل الدلالة إخواننا؟ قول الله عز وجل وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الأصل أنه عندما ينزل الوحي على الناس فإنهم ينتفعون به ليحلوا إشكالاتهم وخلافاتهم وليعمقوا المودة بينهم كما يحب الله عز وجل لهم. العجيب أن بعض أهل الكتاب عندما أنزل عليهم هذا الوحي اتخذوه مادة للتحاسد، يعني صار سببا للخلاف بدل أن يحل الخلاف، صار هذا الوحي هذا العلم سببا عندهم للخلاف. ليس العيب في الوحي وليس العيب في العلم، ولكن العيب في حملة هذا العلم، أنهم بهذا العلم اختلفوا وبهذا العلم تحاسدوا وتباغضوا. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني ظلما من بعضهم لبعض وتحاسدا فيما بينهم. ترى إخوانا بشكل عام أنا أحيانا ينقدح معنى معين من تأملي في بعض الآيات فأخاف أن أقول بهذا المعنى ما لم أجد لي سلفا فيها في هذا المعنى، فأبحث حثيثا طويلا حتى أجد من قال بهذا المعنى أو قريبا منه، فاطمئنوا إن شاء الله أنه ما في شيء من هذه المعاني التي أذكرها من بنات أفكاري، وإنما أتلمس لدى المفسرين وغيرهم من أئمة الإسلام المعروفين من قال بمثل هذا المعنى. ابن كثير قال في تفسير هذه الآية فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. شوف كيف؟ فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا، وهذا للأسف واقع بين بعض من ينتسب إلى العلم والدعوة في زماننا هذا من أبناء المسلمين من المسلمين. للأسف الشديد أنك تجد بعض أهل العلم عندهم علم كبير نعم، لكن للأسف الشديد يحسد بعضهم بعضا، ينافس بعضهم بعضا على الدنيا بهذا العلم إلا من رحم ربي، فتجد أنه يرفض الحق الذي لدى الآخر ويعميه الحسد والبغضاء عن تأمل قول الشخص الآخر العالم الذي خالفه، فبدل أن يكون العلم سببا لجمع القلوب أصبح مادة للتحاسد والتعالي والمنافسة في هذه الدنيا، والله المستعان. طيب الآن راح نجيب سؤال سهل. السؤال يقول أذكر آية من سورة البقرة بهذا المعنى، بما أننا قرأنا سورة البقرة في هذا الختمة في هذا رمضان، أذكر آية من سورة البقرة بنفس المعنى تقريبا، يعني تحمل نفس المعنى، مين يجاوبنا؟ أيوة فتح الله عليك أخ محمد حنفي. الأخ محمد حنفي من أين أخونا؟ من أين أخونا محمد؟ من وين يا محمد؟ طيب إلى أن يجيبنا محمد يريد نتابع يا عبد الحميد. هذا السؤال الرابع. هذا السؤال الثالث. الأخ محمد أجابنا، الجواب هو قول الله عز وجل في سورة البقرة وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. الآية تبدأ بقوله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، إلى أن قال عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. لماذا؟ بغيا بينهم، بغيا بينهم، تحاسدا وظلما من بعضهم لبعض. نعم صحيح، نعم صحيح، هذا هو الجواب. طيب إذن إخواني كان هذا هو جواب السؤال الثالث. أخونا محمد ما ذكر من أي بلد، كنا نحب أن نرى التنوع في إخواننا على الصفحة. طيب السؤال الرابع. السؤال الرابع يقول إذا ضحى المسلم في سبيل دينه وبذل من مصر. من مصر، طيب ما شاء الله، من غزة، من ألمانيا، من مصر، والحمد لله. السؤال الرابع يا أخواننا يقول، يقول السؤال وها سأضعه لكم في التعليقات حتى تتابعوا معنا، إذا ضحى المسلم في سبيل دينه وبذل له الغالي والنفيس فإن ذلك يزيده تمسكا بدينه وثباتا عليه. أذكر آية تدل على ذلك. إذا ضحى المسلم في سبيل دينه وبذل له الغالي والنفيس فإن ذلك يزيده تمسكا بدينه وإصرارا عليه وثباتا عليه. مين يجاوبني يا إخواننا؟
تأتي أسئلة أجوبة، ولكن لا يعني أكثر من أخ قالوا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أين المعنى الذي نبحث عنه؟ ما في المعنى الذي نبحث عنه حقيقة. أنتوا لاحظوا يا إخواننا بعض الإخوة لما يجيب عمالكم يعني تأتوا بإحدى جزئيات السؤال بكلمة معينة من السؤال. أه طيب، الأخت نور عمر، الأخت أو الأخ نور عمر، من أين الأخ أو الأخت نور؟ الأخت نور من أي بلد؟ هي أجابة الجواب الصحيح. تابعنا يا عبد الحميد الله يكرمك. الأخت نور عمر. طيب، إلى أن تجيبنا الأخت نور، السؤال كان إذا ضحى المسلم في سبيل دينه وبذل له الغالي والنفيس فإن ذلك يزيده تمسكا بدينه وثباتا عليه، أذكر آية تدل على ذلك. الجواب هو قول الله عز وجل في سورة البقرة الآية 265، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. تحديدا محل الشاهد، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. تثبيتا من أنفسهم لأنفسهم، يعني هو ينفق هذا المال يريد بذلك مرضات الله عز وجل، ويريد بذلك أن يثبت نفسه على الإيمان. وهذا إخواننا يعطينا قاعدة عامة، الإنسان إذا ضحى في سبيل مبدأ ما، ترى حتى غير الإسلام إذا ضحى في سبيل مبدأ ما، في سبيل دين ما، في سبيل عقيدة ما، فإن هذه التضحية تزيده ثباتا وتمسكا، بصير في عندنا مثل كرة الثلج، قناعة تضحية تزيد القناعة واليقين والثبات، فهذا يزيد التضحية كمان وكمان. لذلك حتى أعيد وأقول، حتى في غير المبادئ الصحيحة تجد بعض الناس متمسكا غاية التمسك بمبادئ ضالة منحرفة من داخل الدائرة المحسوبة على الإسلام أو من خارجها، حتى عند أهل الأديان الأخرى، حتى الإلحادية والشيوعية، تجده يعني يرفض تماما أن يغير مبدأه. إذا نقبت وبحثت عن السبب، من أهم الأسباب يعني وكأنه يقول أنا صرفت من حياتي 40 50 60 سنة على هذا المبدأ، أنا ضحيت بوقتي وجهدي وأعصابي وأموالي وراحتي في سبيل هذا المبدأ، جاي تقنعني أنه خطأ؟ فما بالك عندما يكون هذه التضحية وهذا البذل في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الدين الصحيح. تصور أخي أنك في غربة وترسل مالك لأخيك وتقول له يا أخي أريد أن تبني لي بيتا حتى أستريح فيه عندما أعود من الغربة، وأخوك هذا اشترى لك أرضا وعمر لك دارا وأثث فيها الأثاث وعمل لها حديقة من أجمل ما يكون وأنت لم تطلع عليها بعد، ويعني تشتاق وتتلمض تنتظر هذا اليوم الذي تأتي فيه إلى بلدك وترى فيه هذا القصر الذي بناه أخوك. كلما بذلت أكثر كلما اشتقت أكثر. كذلك الإنسان كما قال أحد الصالحين، قيل له إني أراني أكره الإقبال على الآخرة، قال ألك مال؟ قال نعم، قال فأنفقه فإن العبد إذا أنفق مالا أحب أن يلحق به. أنت إذا أنفقت المال في سبيل الله عز وجل أحببت أن تلقى أثر هذا المال عند الله عز وجل، وبالتالي هؤلاء ينفقون أموالهم حتى يثبتوا أنفسهم على هذه العقيدة وعلى دين الله الحق. طيب، إذن هذا السؤال الرابع. السؤال الخامس يا إخواننا، يدرك المؤمن أن الصبر في الشدائد والمواقف الصعبة لا ينبع من ثنايا نفسه الضعيفة، لذلك فهو يستمده دوما من الله تعالى، أذكر آية تدل على هذا المعنى. وها سنضع السؤال، في التعليقات. الأخ سليم قصيبات، قصيباتي. الأخ سليم قصيباتي، من أين أخ سليم؟ جاوب. مثلا الأخ محمد يقول واصبر وما صبرك إلا بالله، وأنا مش في سورة البقرة، مش في الجزء الثالث أقصد يعني. الأخ دينا أيضا، لكن سبقك الأخ ولا سليم؟ سليم قصيباتي. الأخ سليم قصيباتي، إذا أحببت أخانا أخبرنا من أي بلد. طيب، الآية هي قول الله عز وجل في سورة البقرة، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من ألمانيا. من ألمانيا ما شاء الله، اليوم من ألمانيا يعني الإخوة شغالين كويس. طيب، إذن ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. كيف يعني أفرغ علينا صبرا؟ شوف أنت لما تمسك الدلو وتفرغ الماء الذي فيه، يعني كأنهم يقولون يا رب صب علينا الصبر صبا، صب علينا الصبر صبا. هؤلاء لم يثقوا بأنفسهم ولم يتكلوا عليها ولا وثقوا بقدراتهم، وإنما تعلقوا بالله عز وجل. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يا رب نزل صبر علينا من عندك. هؤلاء جيش صغير، أنتم تعرفون القصة، قصة طالوت وجالوت. طالوت عندما استنفر الناس للجهاد قعد كثير منهم، ثم تبعه عدد من الناس، ثم لما مر بنهر شرب منه أكثرهم إلا قليل منهم. هؤلاء القليل سيلقون جيشا عظيما عرمرما كبيرا. تصور جيش صغير أمام جيش كبير جدا، فوضع صعب، شدة شديدة. فهؤلاء قالوا ربنا، يعني كانوا يقولون يا ربنا والله ليس لنا حول ولا قوة، فلا حول ولا قوة إلا بك، ربنا أفرغ علينا صبرا. ولذلك إخواني يعني أحيلكم على حلقة كنت عملتها ضمن سلسلة بعنوان فن إحسان الظن بالله. الحلقة بعنوان استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. يعني فكرتها أنك قد تخاف من المستقبل وتقول أنا إذا تعرضت للظرف الفلاني، إذا فقدت ابني، فقدت بصري، تعرضت لحادث والعياذ بالله، فقدت طرفا من أطرافي أو طرفين كما يحصل مع كثير من الناس، أن لن أصبر. أنت لن تصبر إذا وكلك الله إلى نفسك. لكن إذا أدركت هذا المعنى أن الصبر إنما يتنزل من عند الله عز وجل، بل حتى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس وأعظم الناس وأصبر الناس، قال الله له واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. إذا أدركت هذا المعنى فإنك تحسن الظن بالله أنه إذا ابتلاك فإنه سيصبرك على قدر هذه البلوى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، على قدر الحمل، وإن الصبر يأتي من الله على قدر المصيبة. طيب، إذن اسم الأخ كمان مرة. سليم قصيباتي. سليم قصيباتي من ألمانيا. طيب، السؤال السادس إخواني، سنضع لكم السؤال مباشرة في التعليقات ونقرأه معا. دكتور، هاي الأسئلة كلها عن الجزء الثالث صح؟ كل الأسئلة الجزء الثالث. نعم. تسهيلا عليك. طيب، الأخ جمال علي يقول تنبيه صغير، هذه الآية في الجزء الثاني، يريد نراجع يا عبد الحميد، نتأكد. رح نراجع برضو كمان، رح نراجع إن شاء الله الأمين اللي بجاوب قبل، لأنه في ناس بيعترضوا أنه في إخوان أو أخوات جاوبوا قبل. نحن إن شاء الله رح نراجع الفيديوهات، وإذا ما قدرنا نلقط الاسم لأنه أمراضا بكون صعب، فبنتمنى أنه تسامحونا. نعم، سامحونا إخوان، الله يكرمكم. طيب، الآن السؤال السادس، وهو أكيد إن شاء الله من الجزء الثالث، يقول عادة ما يخذل الشيطان عن طاعة الله بالتخويف من عواقب هذه الطاعة، أذكر آية تدل على ذلك. أيوه، الأخ محي الدين، ما شاء الله عليك أخ محي الدين. الأخ محي الدين من وين؟ الأخت هند من الجزائر تقول تحية طيبة، حياك الله يا أختي. الأخت أفنان الآية 268، أنا صراحة الآن لا أحفظ رقمها، لكن هو الأخ محي الدين هو أول من، الأخ محي الدين أول من أجاب السؤال. إذا حبيت أخي أذكر لنا حضرتك من أين. على كل، من ألمانيا برضه. من ألمانيا، مش معقول يا جماعة، شمال ألمانيا. شمال ألمانيا علينا اليوم ما شاء الله. الأخ محي الدين ألماني كمان، من ألمانيا. نعم، ليكون في تسريب أسئلة يا عبد الحميد. أنا حضرت الأسئلة قبل المسابقة مباشرة، ليكون في هاكرز في ألمانيا يا محي الدين. لا يعني احنا طبعا نثق في الإخوة أنهم ما شاء الله عليهم، يعني ما شاء الله عليهم. الآن السؤال كان عادة ما يخذل الشيطان عن طاعة الله بالتخويف من عواقب هذه الطاعة، أذكر آية تدل على ذلك. الآية هي قول الله عز وجل في سورة البقرة، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب، الشيطان يعدكم الفقر، إيش يعني؟ يعني الشيطان يخوفكم أن تفقروا إذا أديتم زكاة أموالكم، ويأمركم بالفحشاء. ما هي الفحشاء في هذه الحالة؟ الامتناع عن أداء الزكاة.
والله يعني في المقابل يعيدكم مغفرة منه وفضلا إذا التزمتم أمره وأديتم زكاة أموالكم. هذه الآية نزلت أصالة فيما يتعلق بأداء زكاة الأموال، وهي تصلح قاعدة عامة في حياتك أخي وأختي. هذا يعني سبحان الله، شوف التركيبة، هذه التركيبة نزلها على كل حياتك. الشيطان يعيدكم الفقر، يعيد يخوفكم من الفقر إذا أديتم زكاة المال. طيب بماذا يأمركم إذن؟ ويأمركم بالفحشاء، في هذه الحالة الامتناع عن أداء الزكاة. والله عز وجل في المقابل يعيدكم مغفرة منه وفضلا، فضل في الدنيا والآخرة، ومغفرة تنفعكم في الدنيا والآخرة أيضا إذا غفر الله للعبد. إذن هذه التركيب يا إخواننا هذه قاعدة عامة. مثلا بتشيل مكان الفقر تضع الأخت التي لا تريد أن تتحجب. لماذا؟ هي خائفة من فقدان صديقاتها، خائفة من استهزاء محيطها، خاصة إذا كانت من بيئة غير محافظة، إذا كان أهلها غير متدينين أو العياذ بالله يعني منسلخين من الإسلام جملة وتفصيلا. فالشيطان يخوفك أختي المسلمة من فقدان الأنس بالمجتمع، فقدان الأنس بصديقاتك، يخوفك من استهزاء الناس بك. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. هو الشيطان يأمركم بالفحشاء، يأمركم في هذه الحالة بترك الحجاب، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يخوفك أيها الطالب من الرسوب في المادة، ما بيخذلك عن الدراسة، بعدين بيخذلك عن الاجتهاد، وبعدين بيخوفك من الرسوب ويأمرك بالغش في الامتحان، وبعدين تتخرج وأنت غير فاهم لاختصاصك، وقد تتسبب بأذية للناس من جراء هذا الإهمال لعلمك. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا إذا أنتم التزمتم بأمره سبحانه وتعالى في الأخذ بأسباب النجاح الدنيوي مع النجاح الأخروي أيضا. إذن هي قاعدة عامة، شيل الفقر وضع مكانها ما تريد. ولذلك أخي دائما عود نفسك إذا درست مسألة ما ووصلت إلى قناعة أن الله عز وجل يريد منك الفعل الفلاني، فاعلم أن أي تفكير بعد ذلك ليس تفكيرا منطقيا، ليس حسابا عقلانيا، إنما هو نزغات شيطان. خلاص أنت وصلت بالقناعة الشرعية أن هذا هو أمر الله عز وجل. التخذيلات التي تأتيك بعد ذلك، طب ماذا سيحصل لي إذا فعلت كذا وكذا، هذا من تخذيل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، وليس عقلانية ولا توازنا ولا هدوءا. أعمل هذه العقلانية والتوازن في إدراك حكم الله عز وجل. أما إذا وصلت إلى قناعة أن هذا هو حكم الله، فاعلم أن أي تفكير بعد ذلك إنما هو نزغات من الشيطان يعيدك بمصير سيء إن التزمت بأمر الله، ويأمرك بالفحشاء في معصية الله عز وجل. طيب أظن نقتصر على هذه الأسئلة الستة، ما شاء الله اليوم في تميز كبير لإخواننا من ألمانيا، نسأل الله عز وجل إن كان إخواننا هؤلاء ممن يعني سوريين. فقدوا بلدانهم وهجروا من بلادهم، أن يردهم إلى بلادنا بلاد المسلمين، وكلها بلاد المسلمين، ما نعترف بالحدود المصطنعة بينها، ونسأل الله أن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين في دينهم ودنياهم. وجزاكم الله خيرا على صحبتكم لنا في هذه المسابقة اليوم، على أمل أن نلتقي بكم غدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.